السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أستاذ المادة TGIS العملي حيدر الجزائري. إن شاء الله اليوم محاضرتنا راح تكون تكملة للمحاضرة السابقة اللي هي عمليات الرسم وعملية التقطيع ودمج وتفكيك المعالم. عندنا رسم وتقطيع هذا جزء، ودمج وتفكيك المعالم جزء آخر. نجي أول شيء، هذا شغلنا، نستدعي صورة فضائية على مود تقرب لنا السكيل مالتنا. بعد ما استدعينا صورة فضائية وسوينا شيف فايلات على مود شغلنا، نجي نخفي الصورة الفضائية. راح نبدي أول شيء بعمليات الرسم، الرسم المنتظم. يعني هسه أنا لو أشغل الإديتور، ابدي كرييت فيتشر، ابدي ارسم. هذا يقولوا لي ارسم بلوك، هذا البلوك ارسمه هيك فري هاند. مو واضحات او مو دقيقات زين، انا ارسم بقياسات، اريد البلوك مثلا 100 في 40، 100 طول البلوك وعرضه 40. شلون ابدي هاي العملية؟ راح ناخذ مثال اريد نطبق عليه. راح ارسم هذا الشكل، هذا بلوك سكني، هذا بلوك سكني بمنطقتين تجاريات، هذا الأحمر تجاري، هذا بلوك سكني بتجاريين، وهذا الأخضر طوخ بالديني يعني ديني، وهذا ترفيهي خضراء، وهذا صحي وهذا تعليمي. هاي ألوان، وكل دولة تختلف تحط ألوان معيار لكل لون، إنه هذا اللون تجاري، هذا اللون سكني، هذا اللون تعليمي. بس هي عادة هذا اللون سكني والأصفر هم سكني يرمزوا له. نيجي فنريد نرسم هاي البلوكات. راح أول شي نرسم هاي البلوكة، نبدي واحدة واحدة. هاي البلوكة 40 في 100، تمام؟ ليش 40؟ لأن نزال البيت 200 متر، 20 في 10 يعني 200 متر، فهاي 20 و20 أسفلها فصارا 200. نيجي نبدأ عملية الرسم. هذا البلوك أول شيء نقرأ أولى، طيب نقرأ أولى زين. أريد أن بخط مستقيم، شلون؟ ليش زاويته هنا صفر؟ كليك أيمن، دايركشن، دايركشن يعني اتجاه زاوية. فنقرأ واحدة، يقول لي الدايركشن إيش قد؟ أنا مو موقفة هنا الخط باستقامة، كليك أيمن دايركشن، اعطاني قيمة تقريبية اللي أنا متوقف عليها. لو هكذا كليك أيمن دايركشن، أنا واقف على هالزاوية، قال لي هاي زاويتك 49 بوينت، فأقدر ممكن تقرب لي إنه زاويتي 50 حسب شغلي، فأنا زاويتي باستقامة، فكليك أيمن دايركشن. إذا أعطيه صفير يطلع لي الخط منه زين. أقدر عندي حرية إنه أذهب من الاتجاه الآخر، هاي صفر الزاوية صفر. كليك أيمن لينكث، ايش قد طوله هذا؟ مثلا 100، انتر، قرب سكيل ماتي، تمام هاي 100 صارت. هسه اريد بزاوية قائمة اصعد، يعني ايش قد؟ كليك ايمن دايركشن، ايش قد؟ 90، انتر. زين اذا اللي جوا ايش قد؟ 270، هنا هاي مثل الاحداثي، فاللي جوا 270 بس انا اعطيته 90. اقدر كليك ايمن، هنكمل كليك ايمن لينكث، جقد هاي قلنا 40، انتر. كليك ايمن نوب، شنو اريد؟ دايركشن، دايركشن ايش قد؟ هو كتب لي تقريبا 186، انا ايش اقول له؟ 180، نقطة 10. كليك ايمن دايركشن 180، تمام انتر، اعطاني هاي 180 زين. ليش قاعد كليك ايمن لينكث 100، انت كليك ايمن فينيش سكتش، انتهت زين. هاي الطريقه شويه مطوله، نيجي خلينا نسهلها اكثر. اجي نقرا الاولى، تمام كليك ايمن لينكث ايش قد؟ اقدر ابدي بالدايركشن او باللينكث حسب الطول 100، هاي 100 ثابته، تشوف السهم ما جاي يزيد طوله. نو باتجاهها، كليك ايمن دايركشن، اما صفر او 360، 300 او 180 العفو، 180
اول ما دست انتر راح للجهه الثانيه، بس اني ثبت هسه عندي تمام قاعد ارسم بهالاتجاه هسه. كليك ايمن اقدر شو اقول له؟ اقول له 90. انا شو اقول له؟ دايركشن 90 انتر، ثبتت 90. كليك ايمن لينث 40 انتر. انه بدل ما ارسم هذين الخطين كليك ايمن اكو سكوير اند فينيش، يعني سوي مربع وانهي زاويته قائمه. نقرا اولى انتهت. زين هذا الرسم. زين بعد ايش عندي؟ اكو خيار شرحناه نانا، هذا ويا رايت انجل ناب طرق الرسم. شلون اجي لو اريد ارسم هذا؟ نقرا اولى كليك ايمن لينث 40 انتر، كليك ايمن دايركشن 0 انتر. انقر على هذه الاداه، هو راسا اعطاني الزاويه 90. انتهت. ارسم بزاويه 90، شو اقول له؟ 100 انتر، كليك ايمن. هنا بهذا لما اختاريت هذا الكليك ايمن راح تصير خياراتها محدوده. عندي هاي دايركشن لينث اللي هي الزاويه 90 هو مثبتها، والطول ايش قد؟ انا اريده 100 انتر. كليك ايمن هم اقدر اعطي طول دايركشن لينث، هو الدايركشن مثبته اعطي 40 العرض انتر وانتهت. كليك ايمن فينيش سكتش تمام. زين هسه هاي اول شيء تعلمت رسم البلوك السكني. زين اريد ارسم بصفه بلوك ثاني، اريد ارسم هذا، هذا البلوك شلون ارسمه؟ اخذنا اداه نانا شو اسمها؟ دايركشن ديستنس، يعني اعطيني اتجاه وراه مسافه. شوف هذا الخط اتجاه وراه مسافه، وهاي يتقاطعن بنقطه، انقر عليها. اقول اريد هذا الاتجاه، هذا باتجاه هذا يعني، يعني موازاته. نقرا اولى شوف يقول لي وين المحور مالتك؟ اقول له لهنا، هذا المحور مالتي. زين منين تبدي الدائره؟ منا اريد نقرا ايش قد عرض الطريق مالتي؟ هذا عرضه ايش قد؟ 15. اذا احتاج نصف قطر 15. انقر ار تطلع لي هاي، ايش قول لي ايش قد ديستنس؟ اقول له 15 انتر. يقول لي ال 15 تريدها منا لو منا؟ اقول له لا اريدها منا. نقرا واحده تمام. هسه خلالي نقطه، ارجع النوب على رسم الاعتيادي، كليك ايمن دايركشن، او ليش ننقر دايركشن ونوب لينكث؟ اكو هاي ايقونه اسمها دايركشن لينكث، هنا ندخل الدايركشن ايش قد؟ صفر، واللينكث 40 انتر. كليك ايمن اعطي دايركشن واعطي ايش قد؟ 90. بس اكو طريقه اسهل، اقول له هاي 90 هي موازيه لهاي صح لو لا؟ وعموديه على هاي، يعني هذا الخط اللي اريد انشئه موازي الى هذا، واللي انشئه عمودي على هذا، لان يعني هو شوف اتجاهه لفوق للاعلى عمودي عليه. فاكو خيارين، اكو الموازي كليك ايمن اوقف عليه اول شيء، شوف السناب اخذه، السناب اخذه، كليك ايمن. اكو خيار اسمه بارالال، بارالال نقرا وحده عليه يتجه لي، صار اتجاهي ثابت اما الاعلى او الاسفل، مو موازي لهذا. كليك ايمن لينث ايش قد؟ مثلا هو ايش قد هنا عندنا؟ 130 لينث 130 انتر تمام. عندنا انهي، كليك ايمن سكوير اند فينيش انتهى عندي. اجي للثاني اريد ارسم هذا البلوك، هذا ايش قد؟ هذا يختلف ليش؟ هذا 80 في 60، هاي بلوكات ام 300، بيوت ام 300، نزلها 30 وواجهتها 10 ام 300. شلون نرسمها؟ 80 في 60. اجي همين هاي دايركشن ديستنس، نقرا اولى اقول له اريد ويا هذا المحور تمام. نقرا الثانيه هنا واقول له حرف الار، يقول لي ايش قد المسافه هنا؟ ايش قد عرض الطريق؟ نصف القطر يعني عرض الطريق. هنا عرض الطريق 10، هذا ويا عرض الطريق 10 تمام، اعطيه 10 انتر.
قل لي منا لو منا تريد هالنقطة، أقول له لا من الأعلى نقرأ واحدة عليها. تمام، أرجع هسه على الرسم الاعتيادي مالتي، أما منا أو منا. زين، إيش قد قلنا؟ موازي لهذا كليك أيمن بارالل، إيش قد موازي؟ 40 60 قلنا، عرضه 60، كليك أيمن لينكث 60، انتر. اريد انه عمودي على هذا، كليك ايمن بيربنديكولار، هذا الخيار بيربنديكولار عمودي. ايش قد لوين ينتهي اريده؟ ايش قد قياسه؟ يقول لي قياسه 80، كليك ايمن لينكث 80، انتر، كليك ايمن سكوير اند فينيش. زين هذا هم انتهى. عدي بعد هنا هاي المنطقة كلها، ايش قد طولها بعرضها؟ 30 و20، او ارسمهن جزء جزء، بس خلني انا ارسمهن كلهن، 30 و30 60 و20 80، هم ارسمها. اقول له direction distance اريده موازي لهذا، نقرة واحدة، اقول له R، ايش قد حرف ال R، ادوس بالكيبورد R، ايش قد القياس؟ الشارع ايش قد؟ ها شارع 8، هاي شارع 8، هذا طي 8، انتر. قل لي منا لو منا تبدي النقطة، اقول له منا. ارجع النوب على عملية الرسم، اقول له موازي لهذا كليك ايمن بارالر، ايش قد كليك ايمن لينكث، ايش قد طوله؟ قلنا 80 60، 30 ب 30 60 و20 80، هذا نعطيه 80. وشوف قرب لي اياها، دست منها كليك ايمن قال لي 75 ترى هذه المسافة، فانا اقول له 80 انت. النوب اريده عمودي على هذا، لان هذا العمود، كليك ايمن بيربنديكولار، ايش قد عرضه؟ هنشوفها بالقياسات، عرضه 32، ليش هذا 8؟ فصار اكو قياسات شوي بها. كليك ايمن لينكث 32، انتر، كليك ايمن سكوير اند فينيش. تمام، هسه رسمت البلوكات الاساسيه، انتهت عندي عمليه الرسم. هسه انا رسمت بقياسات. زين اكو بعد اداه ما ذكرناها، نجي هاي نقرا اولى، كليك ايمن لينكث، ايش قد؟ 100، انتر، ايش قد الزاويه؟ دايركشن، ايش قد؟ 0، انتر، كليك ايمن هنا شنو؟ دايركشن 90، انتر، كليك ايمن لينكث، ايش قد؟ 40، انتر. هذا الخط كليك ايمن، اذا اقول له دايركشن يقول لي 175، يعني تقريبا ايش قد لازم دايركشن؟ لازم 180، اكتب 180. زين اكو عندنا خيار ثاني، كليك ايمن اكو هذا ديفليكشن، هذا شنو؟ هذا يعتبر الخط اللي انا رسمته اخر شيء، هذا هو خط الصفر، يعني هذا الخط كله هو خط الصفر، يعتبره صفر ويمشي من عنده على هالاساس. يعني هسه لو من كليك ايمن دايركشن اقول له 180، انتر، كليك ايمن دايركشن 180، انتر، ثبتت هاي 180. زين لو كليك ايمن ديفليكشن، اذا اعطيه 180، انتر، راح يصير موازي، ليش؟ اعتبر لي هذا صفر، هذا خط الصفر. فايش اسوي؟ الديفليكشن مفيده انه ما ظل احسب، لانه هاي انا هسه مستقيم، لو راسمه بزاويه واقول لك كليك ايمن هاي الزاويه ايش قد، اظل احسبها هاي ايش قد وهاي عمود عليها ايش قد، فانا كليك ايمن ديفليكشن 90، هو راسا اعطاني عمود عليها، مشابهة لهاي الأداة اللي أخذناها رايت أنجل. كليك أيمن طيتها 90 ديفليكشن 90، اللينكث ايش قد؟ 100، انت، كليك أيمن سكوير أند فينيش. تمام، هسه انهينا عمليات الرسم المنظم. زين هاي شلون أقطعهن؟ عندنا عملية التقطيع حاليا، شلون أقطعهن؟ أنا خب ما أقدر أقعد أرسم بيت بيت، اعطي قياسات، اجي ارسم هذا ونب بصف ارسم هذا وهذا، هاي هيك ما راح تخلص، هواي عملية تطول. فشنو عندنا؟ عملية التقطيع اسمها هاي الأداة.
قلنا cut polygon tools. cut polygon tool أداة التقطيع البوليغونات. هاي تقطع فقط بوليغون. عندنا هنا أداة وينها؟ هاي وين هالأداة تقطع هاوية. split tool هاي تقطع بس خطوط، وهاي تقطع بوليغونات. زين النقطة تتقطع؟ أكيد ما تتقطع. فعندنا هذا للبوليغون وهاي لللاين. زين أول ما سلكت عليها قال لي this is no selection، يعني لازم تسلك لي فد شيء على مود أبدأ أقطع بيه. أقول له ماشي، أجي أسلك لهذا مثلا، هذا أريد أسلك وأجي أنقر عليه. تمام، رأسا تفعلت الأدوات كلها، أدوات الرسم كلها تفعلت. بس خلي أرجع. تمام، ماكو شيء مفعل. لما أنقر على عملية الرسم تفعلت هاي الأدوات. أرجع لما أنقر على هذا الأمر يقول لي no selection، بس أسلك أي شكل وأفعلها رأسا هم اشتغلت أدوات الرسم. ليش؟ بس أنقر هذا الخيار نفس عمليات الرسم 100% نفسها كلها تطبق على عمليات التقطيع نفسها، قياسات وغير قياسات. هسه نشوف شلون. أجي أول شيء أريد أقطع هاي منتصفها. ليش؟ لأنه عندنا هنا هاي البيت 20x20 فبالمنتصف. السناب هو يعطيني المنتصف، بس أنا خلي أقول إنه السناب ما يعطيني. مين عندنا أداة اسمها الميد بوينت منتصف. أجي حدد الأداة، أجي هنا نقرة أولى نقرة ثانية، حطالي حطي نقطة هنا نقرة أولى الثانية نقرتين، قطع ليها بالنص. شوف لاحظ صار هذا الجزء وهذا جزء، هم أقدر أحذفه أتخلص منه، فصار عندي جزئين. أجي للثاني، هم أنا أداة القطع أول شيء أسلك، بعدين على أداة القطع إنه أبدأ أستخدم الميد بوينت. أجي هاي نقرة أولى نقرة ثانية، هاي نقرة أولى نقرتين الثانية تقطعن. زين أجي للثالثة، هم أسلكها وأجي أروح على الكات بوليجون والنوب على الميد بوينت، نقرة أولى نقرة ثانية، النقرة الثانية اللي بعدها نقرة أولى نقرتين ثانيات، قطع لي وحط لي بالمنتصفات. زين أنا أظل على كل واحد أسوي سيلكت وأجي أنصف؟ لا طول، هاي أرجع تراجع، هاي كأنما ذني ما مقطعات السبعة عدني، هذني كلهم يكون يتقطع عن المنتصفات. شلون؟ أجي أسلكهن، أسلك الأول النوب شيفت أنقر على الشيفت، أسلك الثاني وأسلك الثالث، سلك الذني اللي احتاج اقطع منتصفاتهن او احتاج اجري بهن عملية تقطيع. اروح على الكت بوليغون تولز نقرة، اروح على الميد بوينت نقرة اولى نقرة ثانية. تمام، نقرة اولى النقرة الثانية شو اسوي قبل ما انقرها؟ اضغط على الشيفت، ابقى دايس عليها، ابقى ضاغط على الشيفت ونقرتين، انهالي الرسم بس جزئي اللي هو مشابه الشغلة الثانية. هنكمل هسه نشرح. نقرة أولى نقرة ثانية، نقرة أولى نقرة ثانية، ما ضغطت الشيفت بس عندي خيار ثاني، كليك أيمن فينيش بارت، انهي جزئيا. رأسا الحمرة تحولت إلى خضر. نعيدها، نقرة أولى نقرة ثانية، نقرة أولى شيفت، إذا شيفت ونقرتين ينهي جزئي، بس أنا أدنهي ما دوس الشيفت، نقرتين هنا ما صار عندي خطأ بالنقر، كليك أيمن أقول له فينيش سكيتش. تمام، تقطع عن كل هالصور، أتراجع نعيد، أجي سلكتهن على الكات، أقول له ميد بوينت نقرة أولى نقرة ثانية، نوب نقرة أولى النقرة الثانية وياها شيفت، إذا بدون شيفت انقرتها تصير العلامة حمراء يعني ما انتهى، ما أقدر. إذا جيت هنا سويت نقرة أولى، شوف رأسا الخط راح أسوي هنا الخط، إجا هذا خط قطع راح يقطعن بهالأجزاء يعني، فش أسوي؟ كليك أيمن فينيش بارت، انهيت الجزء، أو نقرة أولى نقرة ثانية، نقرة أولى الثانية شيفت وياها تنهي لي جزئيا
نقرتين، يعني هي مختصر فينيش بارت الشفت. نقرة أولى، نقرة ثانية، نقرة أولى، نقرتين بدون شفت على مود تنهي عملية الرسم، تمام؟ أو هو السناب هو يحدد لي هاي المنتصف، أجي أقطعه نقرتين. زين، فقلنا نفس عمليات الرسم على التقطيع تمشي، ولكن لازم أحدد الأجزاء اللي أريده يبدي يقطع لي بيها. ليش؟ لأن هسه أفترض حددت هذا وحددت هذا، وأجي أد أقطع من هنا لهنا، أد أقطع، نلاحظ هذا ما انقطع. ليش؟ لأنه مو ضمن النطاق، ما أريد أقطع يعني. أنا أريد أقطع بس ذني، تمام. هسه أول شيء قطعت المنتصفات، إنه بش أحتاج هذا البيت بيوت 200 اللي هي شقد 10 في 20، العشرين قطعتها بقت العشرة، لازم أقطع ذني وأقطع هذه وأقطع هذني. شلون؟ أجي أسلك هذا وأروح على الكات بوليجون تولز، نقرة أولى، أريد أجي لهنا 10، كليك أيمن، لينكث شقد 10، انتر. نفس الخيارات هو مطيني السناب، فأني بس يلتقطها نقرة واحدة. أقدر أطي اتجاه شقد 360، كليك أيمن، دايركشن 360، تمام. شوف نفس الخيارات كلها موجودة. زين، هسه اريده يمشي بهالاتجاه على مود يقطع لي، فكليك ايمن على هذا، كليك ايمن بارالل او بيربنديكولار على هذا، بيربنديكولار، نقرا، صار خط موازي، نقرتين. انه اجي هنا نقرتين قطع لي، بس هذا قطعه، ذني ما قطعه لان ما مسلكين. اجي مره ثانيه كليك ايمن، لينث 10، انتر، نقرا، نو، كليك ايمن موازي. اذا اريد ان اكمل رسم تقطيع ماكو داعي انهي، شيفت ونقرتين انتهى الرسم. اجي اكمل اللي بعده، نقره اولى، كليك ايمن، لينك هم 10، انتر، نقره، كليك ايمن موازي او عمودي حسب، نقرتين، انهيت الشغل، كملت. شوف هذا ما سلك، ليش؟ راح التسليك مالته لان ما عندي شغل بيه، ما قطعت. زين، انا اظل هذا. زين، هذا شلون؟ هذا وجهيته هم 10، فش اسوي؟ ايش راح نسوي؟ هذا نقطعه نسوى ذني، لان نفس العرض نفس الواجهه مال البيت. نتراجع، اسلك هذا وهذا سوى، واروح على الكات بوليجون تول، اجي نقره اولى، كليك ايمن، لينك 10، انتر، اريد نقره، ثبتت النقطه، كليك ايمن عمودي عليها، تمام، نقرتين، شفت ونقرتين، انه نقرة اولى، كليك ايمن، لينك 10، انتر، نقرة، انه بموازي لهذا اريده، كليك ايمن، كليك ايمن موازي له، شفت ونقرتين، انه بنقرة، هسه راح استمر بيهن. لو اخطأت كليك ايمن، لينث 10، انتر، واخطأت سويت لهذا موازي، كليك ايمن، اول شيء اثبت النقطة، نقرة واحدة، كليك ايمن على هذا الخط لمن ياخذ سناب، اقول له موازي عمودي هذا، نقرتين، اذا قلت له موازي خلينا نشوف شلون نحلها، لينث 10، انتر، نقرة، لو بكليك ايمن اقول له موازي لهذا، ثبت عندي موازي. شلون؟ اما كليك ايمن وغيره اقول له عمودي، اوقف عليه وكليك ايمن عمودي تغير، او اكسيت وارجع اعطي عمودي او موازي، فاريد عمودي عليه، نقرتين، نقرا، كليك ايمن، شو اخذ ثاني؟ اخطات، قلت له تشينج لينك، لا يعني تشينج، ارجع على الخط السابق وغيره، فينيش بارت، كليك ايمن، لينك 10، انتر، نقرا، ثبت النقطه، كليك ايمن عمودي عليه، نقرتين، نقرا، كليك ايمن
length 10 انتر عمودي على هذا نقرتين زين نقرة كليك ايمن لينك 10 انتر عمودي على موازي كليك ايمن هاي فليب اذا اريد انقر الخط يعني ابدي عملية الرسم من الاتجاه الاخر ف بيربنديكولار هنا بعد ما يحتاج اكمل الرسم خليني احدد لهنا كليك ايمن خش نقرة اولى كليك ايمن لينك 10 انتر موازي لهذا نقرتين كليك ايمن لينك 10 انتر نقرة لو موازي لهذا عمودي على هذا افضل نوب شيفت ونقرتين نقرة كليك ايمن لينك 10 انتر نقرة دبل كليك ايمن عمودي عليه نقرتين نقرة اولى كليك ايمن لينك 10 انتر كليك ايمن مواز اوف النوب نقرتين بدون شيفت ادنهي الرسم لاحظ شوف شلون قطع لي تمام هاي تقطعت ما عندنا اشكال قطعته كامل زين اجي هذا الجزء اريد اقطعه بس هذا الجزء راح اقطعه بطريقه ثانيه شلون راح اقطعه بالميد بوينت الميد بوينت شلون تشتغل اجي اسلكه مسلكتين الجزئين اروح على الكات بوليجون اجي هاي الميد بوينت نقره واحده عليها الميد بوينت تشتغل شلون لازم القياسات تنتهي بصفر لما نقسم يعني قصدي تنلق انت يعني اقل رقم لما نقسم تطلع بقد الواجهه يعني 100 الواجهه تشقد 10 لازم لما نقسمها ال 100 على 10 لازم تصفى بالاخير 1 يعني شلون 100 تقسيم 10 50 تقسيم 10 العفو 100 100 هسه لما نقسمها 100 على 10 10 فلذلك والعشرة على 10 1 فهاي راح ترهم ويا الميد بوينت هنشوف شلون اجي اسلك على الميد بوينت نقرة اولى نقرة ثانية نقرة اولى اذا نقرتين راح يقطع لي مباشرة بس انا ما اريد يقطع نقرتين شفتوا نقرتين نقرة أولى نقرة ثانية نقرة أولى شفت ونقرتين نقرة أولى نقرة ثانية نقرة أولى شفت ونقرتين تمام سبعد أجزأ ما وصلت للعشرة نقرة أولى نقرة ثانية نقرة أولى شفت ونقرتين تمام نقرة أولى ثانية هنا ما انهيته كليك أيمن فينيش بارت انهي جزئيا اقدر اعطيني فينيش سكتش بس انا عندي بعد تقطيع نقرة اولى نقرة ثانية نقرة اولى شيفت نقرتين نقرة اولى نقرة ثانية نقرة اولى انتهت خلص ثاني نقرتين بدون شيفت قطع لي اياها هاي عملية اسرع من اللي قبلها بس شنو هاي لازم عندك قياس معين يعني المية الثمانين اللي الاشياء اللي تتقسم على الواجهة جد الواجهة اللي اريدها اني وش قد القياس اللي اريده يتقسم عليه بحيث يصفى نفس القياس هذا كله ايش قد 130 هذا لازم افصله اطلع الثلاثين على كتر اقصصها يعني هذا من هنا او افصله هاي ثلاث بلوكات اللي هي الثلاثين افصلها اجي اسوي هذا بالميد بوينت ونوب ارجع ذني اقطعها تمام زين عدي بعد هذا ما قطعته هذا عدي 30 وعدي 20 وعدي 30 اجي اروح على اني سلكتها نوب على التقطيع نقرة اولى كليك ايمن لينك 30 انت نقرأ عليه نوب اريد موازي لهذا
ناقرتين قطع زين، او اكو طريقة هاي 10 20 30، هاي 30 هي نقرة واحدة هنا ونقرة واحدة هنا وينقطع، هنا ما قطع له، هو يقول لك مقطوع هذا زين. الوراها بعدها 20، هاي 10 وهاي 10، نقرة اولى نقرة هنا قطع تمام. هسه انا كملت عملية التقطيع زين. لو انا اخطأت، هذين البلوكين اشتروهن نفس الشخص وراد يدمجهن بالبلدية، يقول ذني اثنين ادمجهن بفايل واحد، فلذلك لازم يندمجن هاي البلوك القطعتين السكنيات. شلون ادمجهن؟ خذناها راح ناخذها ان شاء الله بالاديتور ميرج دمج. اوكي اندمجن صارن قطعة واحدة، ما اقدر افسخن تمام. بالاكسبلود هاي ما تتفسخ بعد، اكسبلود ما تتفسخ زين. لو ادمج هاي هذا القطعة وهي هاي القطعة، ذول اشتروهن نفس الشخص، كليك ايمن ميرج يصير ادمجهن. اوكي لما اسلكهن يسلك انسوا نفس البيانات تصير لهن، ادفصلهن بالاكسبلود نقرة واحدة مفصلة. ليش؟ لان ما متصلات، لاني لان متصلات واحد بصف الثاني فلذلك ما اقدر افصلهن. اجي اقطعها هذا، نرجع لشغلنا نقرتين تمام. هسه شنو اخر خطوة؟ شنو نسوي؟ ستوب يس نحفظ كمل عدي عملية التقطيع. هسه نقدر نسوي سمبولوجي على مود ندخل بيانات. شلون ندخل بيانات؟ مراجعة سريعة لها، كليك ايمن اوبن اتريبيوت، نضيف حقل اسم استعمالات، نوع الاستعمال اد فيلد. ها شنو هذا؟ بعد ما نوقف الايديتور يلا يتفعل، نوقفها نسوي له اد فيلد اسمها استعمال، شنطي تكست نوع البيانات. اوكي يقول لي الاسم طويل، هذا لان ملف شيف فايل بالجيو داتابيس يستقبل كلمات اكثر، نقدر نغيره. كليك ايمن خصائص استعمال تمام. اوكي ايش اسوي له هذا الحقل؟ ما اريده، هو ما اقدر اقعد املي بيانات شوي شوي عليه، اقعد اسلك هذا، هذا وين بالله بالضبط؟ اجي اشغل الاديتور ابدي ارسم، لان اضافة البيانات وعملية الرسم نفس الشيء، ما تشتغل الا تشغل الاديتور. هذا نحذفه مو يمنا، لاني ملفات زايدة تمام. اجيت اسلك هذا، هذا وين؟ ها هذا وياه، شنو بياناته؟ اقعد ادخل. هاي الطريقة تطول عندي. افتح هذا الاتريبيوت يظهر عندي، اطفي الكرييت فيتشر ما عندي رسم بعد. اجي هذا شنو نمطه؟ احنا التجاري فوق. اول شيء نسلكهن كلهن سكني، لان هو غالبيته سكني. اجي اسوي شباك على هذا، سلكته شيفت، شباك ثاني، ابقى ضاغط الشيفت وشباك ثالث، انتهت. ذني كلهن اعطيهن اسم سكني. شلون؟ اضغط على عنوان الشيف فايل اللي هو هنا ظاهر، نقره واحده اقول له سكني سكني، انتر، كلهن الطهن سكني. هسه لما افتح الاتربيوت كلهن سكني باستثناء ذني بالوسط، اللي بالوسط منه تعليمي صحي خضراء، هذا كتبه تعليمي، انتر، هذا صحي، انتر، هذا خضراء تمام. الباقي ايش عندنا؟ عندنا تجاري اللي بالركن واللي يا هو 1 2 3 4 5 6 7 7، 1 2 3 4 5 6 هذا السابع شيفت ونقرة. بعد وين عندنا تجاري؟ عندنا ذني الاثنين، 1 2 الرابع والأول، شيفت نقرة أولى شيفت وعلى الرابع. أضغط على اسم الطبقة وأكتب غير الاسم، أكتب تجاري، انتر. هاي تمام. ايش عدي بعد؟ عدي بس هذا ديني بعد، أأشره سلكت أكتب ديني ديني تمام. هسه كملت عملية إدخال البيانات، بيانات ولاتي كلهن دخلتهن. سوي سمبولوجي، أوقف الإديتور ما عدي رسم بعد أو إدخال بيانات يس. كليك أيمن خصائص
اجي هنا سمبولوجي كاتيجوريز على يا حقل قول لي فوليو فيد فيلد استعمالات اريد اد اول فيلد اد اول فاليو اواخر هاي الصح ما احتاجها على ما تظهر للطبقة هنا أنا. هاي يقول لك اي شيء هنا مثلا هذا اريد احذفه وابقي هاي مفعله يعطي نفس هاللون اللي حاذفه انا منه. فالمهم اعطيت تلوين اي تلوين تمام واعطي هنا اوكي اظهر اللي هو الوان. اجي انا واحد واحد اغيره تجاري كليك ايمن على الاسم او نقرتين واجي اغيرهن واحد واحد فعندي خيارات اجي نقرة واحدة على الشعار يطلع لي هاي الواجهة اغير بيها بس لا انا اريد ان كليك ايمن بس اللون التجاري يا لون احمر نقرة التعليم كليك ايمن همينه هذا اللون الخضراء هذا اللون الديني اخضر طوخ السكني اصفر مثلا الصحي هذا اللون تمام. هسه انا كملت شغلي ها كملت عملية الرسم هسه انا طبقت هذا نفسه كله طبقته هنا هذا اللون هنسويه هيك انا افضل هذا اللون احلى عادة اظهر الخلاط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.